خلونا نبدأ النهارده كمان في أخبار قد المقام بأول مداخلة هاتفية عزيزة علينا صاحب المقام العالي الأستاذ زين العابدين خيري شلبي، رئيس تحرير جريدة القاهرة وابن الأديب طبعا العم خيري شلبي. ألو. ألو بسنت، مساء الفل. مساء النور يا أستاذ زين، إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يعني تعيش وتفتكر. تسلمي. صعب ان انا اقول يعني ان خيري شلبي يعني الواحد ينساه، لانه اديب نسج في الشخصيه المصريه مقامات انسانيه عظيمه ورائعه الحقيقه. صحيح صحيح، زي ما بنقول اللي الف ما ماتش. اللي الف ما ماتش. زي على وزن اللي خلف ما ماتش. على وزن اللي خلف ما ماتش كده. ايوه صحيح. اولا عايزه اسالك عن خيري شلبي الاب، يعني لانه ده طبعا يمكن نقطه كتير من مستمعينا ما يعرفوهاش. يعني هو خيري شلبي الاب هو الفقد الحقيقي، يعني اكتر حاجه انا مفتقدها وجوده كاب في حياتي. فكره اللي هي بدون مبالغه بقى، يعني اللي هو يعني زي بالنسبه لنا كلنا الاب كل ما يمثله الاب من افكار تقليديه وكلاسيكيه، فكره الظهر والسند والعزوه وان انت مطمنه طول الوقت ان انت في حد موجود في حياتك كبير وقوي ومهم وهتتسندي عليه لو الزمن جه عليكي، لو هتقعي، لو في اي مشاكل واجهتك في الحياه فعندك اللي مسنود عليه. بغيابه كل المعاني دي راحت فجأة، كل حاجة اختفت. طبعا تبقت الذكريات والسيرة الحلوة، وهو يعني غير الكتب هو سايب سيرة حقيقية حلوة، سيرة حقيقية اللي هو انت فكرة ان ما عارفة فكرة ملوش اعداء في الحياة. انت كل الناس اللي بتقابلك، كل الناس اللي بتجيب سيرته بشكل ايجابي جدا. ده بيعوض شوية بالاضافة للتانية ان احنا عايشين كأنه موجود في وسطنا، يعني ما فيش حاجة ما غابش، روحه وريحته موجودة في بيته، في مكتبه، في أوضته. احنا سايبين كل حاجة، سابها على حطة ايده زي ما هي، زي ما هي، زي ما هي. انا عايزه بس اعلق يا استاذ خير، يا استاذ زين، على حته انه قريب للناس، يعني انه الناس اطلقت عليه عم خيري، يعني صحيح. اللي هو الناس المقربين وغير المقربين لك عم خيري شلبي، فهي انت صحيح. عارف المصريين اصلا يعني يدوا لقب العم والخال للقريب. صحيح صحيح. وهو كان عايش حياته بالحاله دي، وعايز اقول لك كانوا بيقولوا له عم خيري حتى القريبين منه في السن او الاكبر منه في، يعني فكره العم كمان ارتبطت بالحاله اللي هو كان عاملها. فكره ان هو كان قريب قوي من الاحتواء، فكره الاحتواء طبعا، قريب قوي من الناس وقريب قوي من كل الاجيال اللي تاليه لي. واعتقد ان الجيل الشباب اللي هم في سني واصغر مني اكتر ناس شعرت بالفقد مع رحيله، لان ما كانش حد قريب منهم من الاجيال السابقه، وهو سابقهم بكذا جيل. يعني هم لو هم جيل التسعينات او جيل الالفينات فهو من جيل الستينات، وبالرغم من كده كان في صله دائمه ما بينهم، كان بيقرا لهم كلهم، وما بيتكسفش انه يكلم اي واحد فيهم في التليفون يقول لي عواد يا فلان الروايه بتاعتك دي حلوه، لو مقال حتى ما كانش عنده اي. طيب استاذ زين، انت شخصيا اتعلمت ايه من خيري شلبي كأب؟ يعني قال لك تعالى كده يا زين، واحد اتنين تلاتة. بصي، يعني هو فكرة التعليم المباشر ده ما كانش بيعملها، لكن هو طول الوقت وهو بيحكي في تجاربه الحياتية والإنسانية، انت طول الوقت بتاخدي منه نصايح، طول الوقت بتاخدي منه تجربة. يعني انا ايه اعظم النصايح اللي انت بتقابلها طول الوقت دلوقتي في شغلك، وانت طبعا رئيس تحرير يعني اصدار ثقافي مهم جدا كان يرأسه الاستاذ الكبير صلاح عيسى؟ طبعا طبعا. اهم حاجة فكرة ان انت اولا يعني حكمته المفضلة اللي كان بيقولها دايما على لسانه، انت حيث تضع نفسك. انت حيث تضع نفسك. الله. شوف الوضع اللي انت فيه ده، ايا كان الوضع اللي انت فيه فانت اللي حطيت نفسك فيه. فبناء عليه مفيش حاجه اسمها التنازل صغير وتنازل كبير. التنازل تنازل.
وسكه التنازلات بتبدا بخطوه في اللمة واحده هتنزلها مش هتعرف تطلع تاني. طيب ما ممكن حد يجي يقول لك طب ما في برضو فكره التكيف، يعني انا اتكيف مش لازم اتنازل لكن اتكيف مع الوضع. في فرق كبير ما بينهم. التكيف هو يعني والقدره على التعامل مع الواقع هي مساله مصريه بحته من ايام قدماء المصريين. فكره ان احنا طول الوقت بنواجه ظروف صعبه وحياه صعبه ومشاكل ماديه ومشاكل سياسيه مع محتلين وعبر عصور كتيره. فالمصريين كانوا بيتعاملوا معاها ازاي؟ بيتعاملوا بفكره التكيف، التحايل على الظروف الصعبه. لكن التنازل اللي اقصده، لا التنازل تنازل عن المبادئ، عن الاخلاق، عن القيم الاساسيه في الحياه. تمام. ايوه عشان نبقى بس نبقى واضحين للناس اللي بتسمعنا. ده شيء اخر تماما، شيء مختلف تماما عن فكره ان احنا نتعامل مع. عارفه زي فكره ايه مثلا؟ هم المصريين اخترعوا الكشري ازاي مثلا؟ الكشري الجميل بتاعنا ده اللي هو شويه رز. فكره التكيف مع الواقع، التكيف مع ظروف فقر وحياه صعبه. فرز على مكرونه واملى بطنك. لا مش بس كده، الفكره ان انا ممكن يبقى عندي بقايا رز من امبارح او بقايا مكرونه من امبارح، حاجات صغيره باقيه وكده. المشكله احط لهم شويه عدس على شويه تقليه بصل. الله عليك. المشكله انها يبقى انت فاهمه كل دي ثقافه التكيف اللي انت بتتكلمي عنها. لكن الموضوع مختلف تماما عن فكره التنازل عن القيم والمبادئ والاخلاق والحاجات دي. فعلا لما بتروح ولو انت اتحطيتي في الخانه دي انسي تماما فكره غسيل السمعه او فكره ان انت ترجعي تاني. لا خلاص، ده هي نقطه من اول السر. طب خليني اسالك سؤالين بس بعد ما نسمع غنوه وائل فاشني ايام. عايزك توصف لي بعين المثقف تجربه الكبير خيري شلبي بعيدا عن كونك الابن. وعايزه كمان اسالك في ماذا اختلف في اصدار جريده القاهره واهم الابواب وقبل المقام. وما زلنا في حضرة صاحب المقام العالي الأستاذ زين العابدين خيري شلبي رئيس تحرير جريدة القاهرة وابن الأديب الكبير خيري شلبي. ألو يا أستاذ زين. ألو يا بسنت. احنا متأخرناش عليك، سمعناك وائل فاشني أيام. خالص، أنا كنت مستمتع جدا بالمناسبة يعني، وفرصة نحيي وائل. صوت مصري عظيم، ويعني انت عارفه هو برضه سلاله عظيمه كده يعني. امال ايه؟ انت عارف ان هو اللي مغني لي تتر قد المقام اصلا وانا اللي كاتبه الكلام. ايه ده ما شاء الله. طيب يعني سبع صنايع ما شاء الله يعني. والالحان طبعا لمحمود كامل والتوزيع. قول لي يا استاذ زين، لو قلت لك اوصف لي بعين المثقف تجربه الكبير خيري شلبي بعيد ان كونك ابنه، يعني تجربته تميزت بايه؟ اوصفها لي. يعني تجربته تميزت اولا تفردها، التفرد الشديد. هو خيري شلبي من الجيل الثاني بعد جيل الرائد الكبير مثلا نجيب محفوظ. لو اعتبرنا ان هو ابو الروايه المصريه الحديثه بشكلها الحديث، بعيدا بقى عن الترهلات والمقامات والاشكال الغربيه اللي كانت موجوده عليها في مع بدايات القرن العشرين. خيري شلبي يعتبر الجيل الثاني اللي بعد الجيل ده او الجيل الثالث، لو اعتبرنا ان في جيل في النص كده، جيل يوسف ادريس وجيل الخمسينات، لو اعتبرنا جيل الستينات هو الجيل الثاني. هو اسس فكره المصريه الكامله بقى، التمصير الكامل للادب الروائي ده. التمصير الكامل للادب الروائي. طبعا هي المصريين طول عمرهم شعب حكاء يعني. صحيح. فكره الحكي ما خرجتش برانا يعني. طبعا صلى على النبي. تعالى مثلا وزير النبي كمان صلى والسلام ويا سادة كان يا مكان يا سعد يا اكرام مثلا، وهنقعد نحكي في سير الشعبيه. فهو ابن التجربه دي بشكل مباشر، مش بشكل قرايه، مش قرا عنها. هو بنفسه كان بيقعد في الـ في الـ في الـ في الدكاكين، بيقعد بالناس ويقرا لهم السير الشعبيه وهو طفل صغير. مجرد ما الموهبه الفطريه الشديده دي اتعلمت الادوات، اتعلمت التكنيك الرئيسي، فكره ان انا مش مجرد حكي في الفراغ، اتعلمت ازاي ممكن تبني عمل روائي. خده في منطقته الخاصه، فكان متفرج جدا 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 في اسلوبه وفي طريقته وفي لغته وفي بنائه وفي تكوين الشخصيات. بعيد بقى اللي هو ايه، فكره ان انت لو عايزه تاخديه تحطيه في قالب نقدي
معين عشان او تمارسي ادوات النقد الموجوده وتستخدميها معاه هيبقى صعب جدا جدا. طيب لو انا قلت لك دلوقتي لو حد بيسمعني وعايز يقرا لخيري شلبي، انت ترشح له يقرا ايه؟ انهي روايات اللي كمان توصف تجربته كامله؟ انا بص انا هقول لك على ذوقي الشخصي. انا مثلا انا بستمتع جدا في الروايات بتاعته بصالح حيصه بشكل رهيب. صالح حيصه موالي البيات والنوم، ودي روايه عظيمه، ووكاله عطيه طبعا، ودي من الايقونات طبعا بتاعته. يعني هو لو حد بدا بس كده بالثلاثه دول انا يعني اراهنه ان هيجر بعدين 75 كتاب ورا بعض، يعني مش طيب تعالى سريعا استاذ زين نروح لاصدار الاصدار الثقافي المهم جريده القاهره. قول لي ماذا اختلف في هذا الاصدار؟ يعني اهم الابواب، سياستك، استراتيجيتك لقياده هذه الجريده العريقه. اولا طبعا انت قلتي انا داخل محمل بتاريخ كبير جدا للجريده، يعني اسسها العظيم صلاح عيسى طبعا، ده استاذنا وانا اشتغلت معاه بشكل مباشر، كان رئيس مجلس اداره وكنت انا مدير تحرير في فتره استاذ سيد محمود لما كان رئيس تحرير، فاتعلمت منه كتير جدا انا، وبالاضافه لتعلمي منه كقارئ واجريت معاه حوارات وانا كنت لسه صحفي شاب صغير في مجله نص الدنيا في الاهرام. تمام. ال 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 الشكل اللي انا حاولت اعمله او الروح الجديده اللي حاولت اضيفها للجريده غير الفتره اللي فاتت، فكره ان انا اخليها الحركيه اكتر، فكره ان انا احط فيها الاشكال الصحفيه اكتر، بحيث يبقى في قاع للقارئ بعيدا عن يعني الابواب. يعني خلينا نقرب نقرب موضوع يعني موضوع الابواب، يبقى زي نقرب الكلام علشان نقول للناس اقروا القاهره، لانه القاهره اصدار ثقافي مهم. القاهره بتوفر للقارئ ده خدمه عباره عن اجنده اسبوعيه وخريطه بجميع اماكن الفعاليات الثقافيه والفنيه في القاهره، ما بين القاهره واسكندريه والاماكن اللي بتقدمها، حتى في اي محافظات ثانيه زي اوبرا دمنهور زي زيرو، خريطه كامله. انت عايز تروح تحضر حفله فنيه او معرض فني تشكيلي او غيره هتلاقيه موجود في الاجنده الاسبوعيه. طيب ده كمان سريعا يا استاذ زين عشان ما عادش قدامي الا 30 ثانيه. لا جميع بصي جميع الظواهر الثقافيه بنتناولها بالتحقيق، جميع الفايزين في اي مسابقات ادويه او بيقدموا اي كتب جديده هتلاقي في حوارات، مهرجانات زي المسرح التجريبي، كل النشاطات، كل مهرجان المسرح، كل النشاطات، حتى مهرجانات السينما، مهرجانات مسرح، معارض كتب، كل شيء هتلاقيه موجود في جريده القاهره وبشكل صحفي خفيف، يعني للقارئ العام مش للقارئ المتخصص المثقف الاديب المتخصص فقط. يعني انت اسعدتني جدا بالمداخله يا استاذ زين العابدين، خيري تعيش وتفتكر، ودايما خيري شلبي الحقيقه في ذاكرتنا، تعلمنا منه وما زلنا نتعلم، اشكرك جدا، شكرا جزيلا. شكرا استاذ، تسلم لي يا استاذ زين. في رعايه القاهره، في رعاية الله، مع السلامة. مع السلامة. في رعاية طبعا جريدة القاهرة برضو. مع السلامة.